اهلا بكم الى موجز الاخبار. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مدينه شيامن الصينيه للمشاركه في اجتماعات قمه دول تجمع بريكس. افاد بيان رئاسه الجمهوريه بان منتدى بريكس سينظم جلسه خاصه عن مصر، سيلقي خلالها الرئيس كلمه يستعرض فيها جهود التنميه والتجربه المصريه في تنفيذ برنامج الاصلاح. ومن المقرر ان يعقد الرئيس السيسي جلسه مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحضور جلسه عشاء ينظمها الرئيس الصيني شي جين بينغ. قال نائب وزير التجارة الصيني قيان كيمن إن بلاده تتمنى الوصول لاتفاق عالمي حول نظام التجارة الدولية. أكد كيمن أن الصين تحرص على تحقيق مكاسب مشتركة من خلال التعاون مع دول بريكس. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعة الشباب على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كسمايو بالصومال، ما أسفر عن مقتل نحو 26 جنديا صوماليا. وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة وقوف حكومة وشعبا مع الصومال في مواجهة ظاهرة الإرهاب من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتحقيق الأمن والاستقرار. قال ألكسندر نيكولسوف مستشار الكرملين السابق إن الحكومة الإسبانية اكتشفت وجود صلة بين منفذ هجوم برشلونة وجماعة الإخوان في سوريا، موضحا أن النظام الروسي رفض هذه الجماعة واعتبرها إرهابية. وطلب نيكولسوف الدول الغربية بالقيام بهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح دعم عدة دول لهذه الجماعات ومنها قطر، مستنكرا الصمت الإعلامي من الدول الغربية عن هذه الأزمة. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.